مزحه. مرحبا بك، في حلا في دارك. الله يبارك فيك. شكرا. نبدا وياك الى بغيتي. الو، الاسم لطيفه واللقب جبابدي، تاريخ الزياد 26 يناير 1955. نعم. مكان الزياد تيزنيت. واش انتي شلحه ولا غير كنتو ساكنين في تيزنيت؟ وانا شلحه من تيزنيت. من تيزنيت. واسم الام عزيزه الزاهد. اييه. اسم الاب محمد جبابدي. انت اخت لثلاثه د الاخوان، اختين. اي كنتو سته د الاخوان في المجموعه. هذه المساواه بين الجنسين. قرابه النوع. مزيان، العداله باديه من الزياد. شكون اللي الكبير؟ انت الكبيره ولا انا الثانيه؟ عندي خي كبر مني، منصور هو الكبير وانا تبعه. الدراسه الابتدائيه والاعداديه كانت في تيزنيت. اي ومن بعد مشيتي لاكادير. اي الثانويه كنت في الداخلي. كنت الثانويه ديال المولاي ديال يوسف بن تاشفين. حيت ما كانش في تيزنيت، ما كانش انا ذاك المدن الصغرى من المغرب ما كانش فيهم الثانويات، بما في ذلك تيزنيت، كنا مجبرين. وفي السنوات ديال الثانويه فاش بدا النضال، الا بغينا نقولوا النضال الحقيقي ديال لطيفه الجبابدي، وتما طردوك من الثانويه ياك. المدير ما عجبوش الحال تكوني مناضله، كنتي عنصر كيشوش على المؤسسه. عاود من القصه. طردوك وعطاوك سنه بيضاء، يعني هي كانت سنه بيضاء على العموم في المغرب. سنه 71 كانت سنه اللي كانت فيها اضرابات شامله في كل المؤسسات الثانويه في المغرب، والموازات كانت اضرابات في الجامعات ايضا. كانت واحد الحركيه واحد الديناميه في الوسط الطلابي والتلاميذي، فحنا كانوا اعتبرونا واحد المجموعه اعتبرونا متزعمين للحركه التلاميذيه، فطردنا. ومن بعد غادي نستأنف دراستي، يعني من دوز بكالوريا حره وعاد غادي نستأنف من بعد ما اشتغلت. دخلت اشتغلت في التعليم وانا حب النضال. اذا جاك من الوالد؟ هذا هو اللي بغيت نرجع ليه. مادام ذكرتي الوالد، حب النضال جاني من الوالد ومن الام. كنت محظوظه لكوني عشت في واحد الاسره اللي يعني تشبعت فيها بالقيم ديال يعني نبذ الظلم والحيف والميز، وتشبعنا بالقيم ديال المساواه وديال العداله الاجتماعيه وديال حب الاخر والتضامن. دارنا كانت يعني معروفه ب واحد الحس اجتماعي، وكانت مفتوحه لكل الحالات اللي بحاجه الى تضامن والى دعم. كانت نحتضنهم، كانت تعيش عندنا واحد المده ديال الزمن اللي يكون بحاجه للتضامن ديالنا. الاب ديالي كان تيشتغل في اطار جمعوي ايضا، جمعيه ديال اصدقاء تيزنيت، وكان رئيس ديال النادي ديال كره القدم المدينه ديال امال. تلك الاجتماعات باستمرار كنت نحضرها وانا باقا صغيره طفله. تيجي هناك يعني بدا اهتمامي. ثم كان عنده، كان الوالد في الدار ديالنا كان تينشط واحد شبه نادي ثقافي في البيت مع اصدقاء ديالو، واحد السي شعور الله يرحمه، واحد السيد بعض الاساتذه اخرين، وكانوا تلتقيوا كل مساء حول الكتب والمناقشه ديالهم. بالتالي كان يعني دائما نقاش سياسي والفكري الثقافي في البيت عندنا. الصالون ديالنا الضيوف يعني الاساس هو النقاش. فوق ذلك طبعا الام ديالي ايضا كانت امراه، كانت تسميها النقابه ملي كنا صغار. كثرت ماما ما يمكنش تتكلم مع الخدامه، ما يمكنش تسخرها، ما يمكنش تطلب منها، وكان واحد النوع من الدفاع المستميت على الحقوق الانسانيه ديال السيده اللي كتساعدنا في البيت. وبالتالي ثم كانت هي ايضا فاتحه بيتها للجميع، و تتميز بواحد الطيبوبه خارقه واستثنائيه اظن ككل الامهات. بالتالي كل هذه الاجواء ساهمت في اننا خلاتني من البدايه يعني واش انت بواحد رسمات مساري السياسي. حتى الاخوان والاخوات ديالك ولا انت؟ لا، ما عندهمش اهتمامات سياسيه، انا اللي عندي اهتمام سياسي. احنا كل واحد اللي ولد انا اللي ولدت الجانب. وطبعا شجعوني ايضا، المهم ايضا هو انهم شجعوني كثير من طفولتي على انني نخالط في الانشطه الثقافيه والتربويه والاجتماعيه في دار الشباب وفي الجمعيات وفي المؤسسه الاعداديه ايضا. فكنت يعني دائما يعني محفزه على انني ماشي ذاك النوع العائله اللي كتغلق عليك في البيت وتمنعك من التفتح على المجتمع. بالعكس تماما. نرجعوا لاكادير. اللي تصدرتي من الثانويه سقتي الخبر بلي انك مبحوث عليك. اه و...
كنبحث عليا قبل ما نتطرد. قبل ما تطرد يعني من الثانويه كانت تتويج واحد المسلسل ديال المتابعات والمضايقات والمطارده. كنت نطرد، كانت تتم المطارده ديالي والبحث عليا واضطريت نختفي. يعني كنت كتمشي تخبى، كنمشي نتخبى في واحد الدوار ديال الخيام. كان دوار ديال البرار، كنت نمشي قضيت فيه مده طويله. وكان وكنا كنضطروا انا، لان كانت بدات الاعتقالات في الرباط انذاك، بدات بعض الاعتقالات في الوسط ديال اليسار. وحنا يداك كنا منخرطين في ديك الديناميه ديال تشكل اليسار الجديد اللي كان كساع الحركه الماركسيه. هادشي منين مشيتي للمدرسه ديال المعلمين ولا قبل؟ لا قبل، قبل ما تجبري الباك. قبل ما تجبري الباك طبعا. قبل يعني 16 سنه. انا عندي 15 سنه اول مره كانت تعرضت للمتابعه، كانت عندي 15 سنه مضايقات يعني طفله. كانت محاولة اختطافي عدة مرات وكانت تتم الحماية ديالي من طرف الزملاء ديالي. ما تنختفي مرة، إما تتم الحماية ديالي بالتظاهرات، تتكون محاطة من كل الجهات، تتكون في الوسط وتصعب عليهم أنهم يوصلوا لي، وتتكون تهديدات بأنهم غادي يتم نزول المدينة وبأنه غيكون تصعيد في حالة ما تم الاختطاف ديالي. بل واحد المرة في سنة 71 كانت تم الاختطاف ديال الأب ديالي من تيزنيت. جابوا الاب ديالي وكانوا داوه عند العمل، وكانوا داوه عند مسؤولين ديال الامن وديال الاجهزه، وتم الضغط عليه من اجل انه يخرجني باي وسيله من الوسط ديال يعني المنتفضين، والا تيقول هي المسؤوله على هذا الشيء، بانه اما انك انت غادي تكلف تخرجها من تما وهذا وتجيبها لنا، يا اما حنا غادي نغبروها عمرك ما غادي تعاود تشوفها. وجابوه، وكان جا الوالد ديالي في واحد الاجواء يعني سوريالي يعني من جد مؤثرة، وهم محيطين به هذوك الناس ديال الأجهزة ديال الأمن آنذاك، وعطاو هذاك الميغافون. وفي الميغافون صوري طفلة ديال 15 سنة والأب ديالها لهيه أوكي يهضر معاك في هذا، وهم وراه هذوك اللي كانوا دائما تيتابعوك تيحاولوا يخطفوك تيتابعوك في الجبال. اضطريت نقضي ليالي في وسط التلال وعني وأنا في مرة في مقبرة باش ينفلت منهم إلى غير ذلك يعني، وأنا تنشوفهم وعارفة بأنهم ضاغطين عليه. وكنت بواحد يعني حالة ديال تمزق بين الأب ديالي وأنا عارفة بأنه تحت الضغط، ربما يكيلوا لي يعني يتكرفصوا عليه محلي باش يضغطوا عليا نسلم نفسي أو أنني نسلم نفسي. ولكن كان الجميع رافض، لأن كان العديد المئات يعني واحد 2000 ديال الأشخاص محيطين بيا ورافضين أنني نسلم نفسي، وكانوا بداوا تيسبوا فيه ويتهموا بانه متعامل وبانه جاي في وبانه جاي باش يسلم بنته. وهذا في الاخير يعني انا بداو تيرميو عليه بالاشياء، وكان في واحد الحاله نفسيه صعبه جدا. ورغم ذلك انا ما قدرتش نشوف الوالد ديالي في ديك الحاله. تيقول لي انا غير حيت امك مريضه بزاف وبغيت نديك باش تشوفيها، وانا عارفه بان هادشي ما كاينش، هذا تاخذ مراه، لان لو كانت هذه الحقيقه كان يجي بطريقه عاديه ما كانش يجي معاك. اضطريت مشيت لما شاخداني تسم التصعيد ديال المظاهرات كله في 71. تصعدات المظاهرات نزلوا للشارع بشكل بقوه، وتولوا يعني السلطات المحليه والامن هما يتصلوا بالاب ديالي باش يقول له نرجع، لان والا الامور سبحان الله بقات يعني ما قادرينش يسيطروا على الوضع. فرجعت واستأنفنا العمل، حاولنا أن ننظموا، لأنه إذاك بدينا في تشكيل يعني تنظيمات وخلايا آنذاك من أجل الديمقراطية ومن أجل الاشتراكية، لأنه كنا يعني متشبعين. هذاك الجيل ديالي ما تنسيش بأننا تعيش واحد الجيل اللي كان متشبع كثير بالفكر الاشتراكي وبالقيم ديال العدالة وديال الديمقراطية والحرية. وفي 1977 تم الاعتقال ديالك، ودوزتي 8 شهور والأسرة ديالك ما عارفة عليك حتى شي حاجة. فترة الاعتقال كان فيها 2.5 عامين، ولكن 8 شهور ما عارفينش عليك، واش انت حية ولا ميتة. أولا الاختطاف تم ليلا من البيت ديال الأسرة ديالي، أمام الأب والأم ديالي وخوتي. تم العصابة ذاك الوقت وليمانوت لور وهذا، تم داونا يعني مباشرة في الكوميسارية من بعد درمولي الشريف. درمولي الشريف لما مشينا ليه طبعا العائله ما كيعرفوا عليك حتى شي حاجه، ما كيعرفوك لا فين انت ولا شنو مصيرك ولا واش غتبان في يوم من الايام، لان في ديك الفتره كانوا بزاف معتقلين اللي ما كانش بان المصير ديالهم. بالتالي كانوا تيعيشوا في واحد الخوف، واحد القلق دائم.
والاب ديالي كان تيدور كل السجون وكل كوميساريات المغرب وكل المحاكم ودق كل الابواب من اجل البحث عليا طبعا. ولكن طبعا مصيرنا ما كانش معروف وما كان مكان مجهول. حنا كنا تما كانت تحت الاستنطاق بشكل دائم ليلا نهارا. رمضان نفسه ما كانش تيتوقف لا التعذيب. لا طبعا كان التعذيب ما تيرحم لا النساء ولا الرجال ولا النساء يعني، بل تتحس بانه على العكس من ذلك كونك امراه تتشعري بانه كان واحد نوع من عنف مضاعف لانك دايره تحدي ليس فقط النظام السياسي ولكن ايضا النظام الاجتماعي. تشعري فيه في الكلام في يعني في الاساليب ديال الاهانه في حتى الاساليب ديال التعذيب وديال الابتزاز وديال الضغط النفسي كيكون في هذا البعد ديال كونك امراه بين يد ديالهم. هذا كتشعري به كتحسي به. فكان طبعا كانت فتره عصيبه وكنا دائما مغمئين بالبندات ما كنشوفوا يعني بقينا شهور. علاش كانوا كيعطيوكم اسماء رجاليه بحال هكا؟ تعطينا رساله للتمويه اولا. التمويه اسمك دكالي ولا سعيد؟ دكالي علاش ولا سعيد؟ باش ما يتعرفش واش كاينين العيالات اصلا في هذاك المعتقل ما غيتعرفش واش كاينين. ايه مفروض انه ما يتعرفش ولكن حنا كنعرفوا عندنا الوسائل باش كنعرفوا بانه كاين الولاد وكاين البنات. يعني المسائل كانت معروفه وكان طبعا كان ممنوع الحركه، ممنوع تجلس، ممنوع تهضر مع شي حد. الا تكلمتي الا درتي شي اشاره ولا تكلمتي تزاد عليك التعذيب. يعني كاين التعذيب الخاص بالحراسه إلا تحركت البندة ولا داك النعاس وتمملات على بلاصتها تتصعب تعذب. عادة طبعا عاد واش كان ممنوع النوم؟ لا تنعسوا ولكن تيفيقوك تيفيق ما تيخليوكش تنعس. أحيانا كثيرة ما كت يلا كتجي من التعذيب كتجي ترتول استنطاق والضغط لما كترجع. نفس الزنزانة كنتي مع صديقة صديقتك؟ كنا حنا في كلوار، كانوا الأولاد في الزنازين وحنا ناعسين في الكلوار مستفين هكذا على طول ديال الكلوار. خرجنا من تما الليلة اللي غادي توفى فيها سعيدة المنبي في السجن ديال غبيلة. ولما خرجونا حنا 77 خرجونا حنا لما خرجونا حنا صحابنا غادي يخطفونا لان الطريق يخطفونا ديال المعتقلات. لانه انا الليله ديال فاش غادي نغادر فاش غادي نمشيو للسجن كان استقبلني الكوميسار المسؤول على المعتقل وقال لي يعني ما بغيتيش هذا ودايرنا فيها البطوله ودايرنا فيها الصمود. حنا فين ما مشيتي غادي نخطفوك، فين ما مشيتي راه ما تفهمش من غنخطفوك غادي ترجع لهنا وما غاديش تنعرفوا الحقيقه كامله. لان هما تيخصهم تعترفي لهم بالاشياء اللي باغيين تعترفي بها ولو حتى ما تكونش حقيقيه. ثانيا قال لي في الاخير وانا خارجه حتى كنت غير يقول لي مع ذلك بغيت نتيري مون شابو ليك مدام. مدام هنا عندك 20 عام يعني بالنسبه لك عندي 22 سنه بالضبط. كان معجب بالصمود. قال لي انا غيرتي الصوره المراه عندي واخا حنا من جوج ديال الخنادق جوج ديال لي كونغ هضر معايا فرنسيه اللي هما يعني خصوم ولكن انتزعتي مني الاحترام والتقدير. وزائد على هذا انا ما فهمتش بان الحياه ديالك كانت متدهوره. كانت متدهوره ولكن غادي تدهور من بعد. وما ذلك صمت طبعا الصمود اساسي لانك كتستمدي واحد القوه ما كتعرفيش عندك ديك القوه. ولكن لما كتكوني في الحاله ديال المجابهه وديال المواجهه كتكتشفي في ذاتك واحد القوه. واحد انا ما بتنبكيش تحت التعذيب بافظع اشكالي حتى تنفقد الوعي. وكانوا تيقول له كانوا تيسميني الباسيوناريا. كانوا تيقولوا هذه الباسيوناريا هذه راه كانوا تيقول له دايره كي الحوته. الحوته كتقليها وهي مبتسمه. يعني واحد الصوره كانوا تيعطيوها فاش انهم تيقدروا يبداو يصرفوك من هنا ومن هنا حتى كتفقدي الاحساس بوجهك. واش عندك الوجه ما تبقيش تحسي بانه عندك. يعني تحسي في العرض ديال ورقه. شتي ورقه ديال الكتاب تيولي وجهك احساسه بالورقه. وطبعا انا تندير التحدي كنا شباب ومدافعين تندير التحدي وطبعا بقى مبتسمه وثم تيعتبروا بانك انت مبتسمه تحديا لهم وانت ان فقدتي الاحساس والتحكم في العضلات ديال الوجه ديالك. هذه بعض سنوات وقيلا هذه اسم قليل في حق اللي كتعاود. وطبعا ما كنتش رجليا ما كنتش نقدر نتمشى بهم واحد المده ما كنتش نقدر نقول لهم حتى لما داك الشيء خماج بالضرب ونخندف وكذا. هذا الرجل جاتني فيها لا فليبيت ولا وحنا البنات شافوا الجليله في البيت ولاو تينوضونا مره نتمشوا لان ما عندناش الحركه شهور تصوري انسان لا يتحرك لا يتحرك لا يتكلم ما تيشوفش الضوء ما تيشوفش تيشمش الهواء النقي هذاك عاد الماكله كي دايره. المهم هادشي كله. المهم بعد لما داونا مشينا طبعا للسجن دخلونا انا وفاطمه البيه
واحد الزنزانة اللي كانت فيها سعيدة الله يرحمها الشهيدة ديال يعني ديال النظام أجل الديمقراطية والتغيير في المغرب، وش الزنزانة أخرى فصلونا احنا على الأخوات أخرين يعني ماريا الزويني وداد البواب وخديجة البخاري، وبقات ميليا مازال في المعتقل سبعتنا يتبعوا لنا من بعد بكس من بعد غيدينا للمكناس. طبعا الشروط كانوا سدينا في زنزانة معزولة وباش ما يخرجونا من الساعة في اليوم باش نشوفوا الشمس و... ساعات عرفتي راسك شحال من مده محكوم عليك لا ما تحكمنا ما حتى شي كله بدون محاكمه ودوزنا ديك المده كلها وغنزيدوا لك السنتين بدون محاكمه وفي الزنزانه باش ما يعرفوناش ما يحاولوش المعتقلات العاديه ديال الحق العام يتصلوا بنا، كانوا تيقولوا لهم هادوك راه ديك الزنزانه فيها مجرمين خطيرين ومين شافوهم واخا رجال ما لقاولهمش بلاصه وجابوهم هنا واخا ما تيشوفوا تيسمعوا هذا الشيء مع ذلك تيحاولوا يتصلوا بينا يدقوا علينا وحنا مسدود عينا باستمرار، ولو تيقول لهم هذاك راه مسكونه فيها الجنون باش ما يتواصلوش معنا واحد يعني فكنا في واحد الحصار وواحد طبعا لو تيسمعوا العائله يجيو يزورونا كالشباك ديال هذا مرامكا والمحامين اللي طغوا علينا ولا بالدهنا من نوجه يعني التقدير والاعتزاز والاعتراف ديالي للاساتذه اللي طوعوا واللي واكبوني طال ديك المرحله كان دائما يزورونني الاستاذ عبد الرحيم جميل الاستاذ عبد الرحمن بن عمار الاستاذ نزهه العلوي اللي كانوا تيزورني باستمرار يمدوني بالمعلومات والاخبار لان كان منوع الراديو منوع الجورنال جريده الدخول منوع مقطوع على العالم كل مقطوع على العالم بالتالي هما كانوا وسيله التواصل بينا ديالنا بالعالم وكانت العائله دائما طبعا عفونا تما وعاد ارتاح عاد يجيو الاب ديالي بقى دائما كيجي اسبوعيا تيهز راسو ويجي اسبوعيا وكل اسبوع فوق ما جا تيبكي من البدايه الى النهايه حتى تيخرج رانا حتى الحارسات تيبداو يبكيو معاه انا والاب ديالي حنين بشكل خاص. بما اننا هضرنا على الصديقات ديال طبعا الوضعيه الفتره عندنا غير واحد الشهاده انت هي حدا صديقاتك اهم المحطات اللي عشناها جميع هي اولا اللحظه ديال الاعتقال ديال لطيفه جبابدي انه النهار اللي تعتقلت من المنزل ديالها حاولت بعدها هي اولا انها تسرع العمليه ديال الخروج ديالها من المنزل مع يعني رجال الامن اللي جاوا ياخذوها، علاش؟ لان كانت عارفه انني غادي نجي عندها في ذاك الوقت بالضبط بحيث هي خرجت وانا جيت. من بعد اصبحت انا المحاميه ديالها لانه من بعد انا كنت دخلت المهنه المحاماه واخا كنت متمرنه ولكن كنت كنمشي نزورها في السجن ديال سيدي سعيد في مكناس. خرجت من بعد استمرت عاوتاني في العمل السياسي، واللي مهم بالنسبه للمسار ديال لطيفه هو انه عمرها ما فصلت بين القضيه السياسيه وقضيه المراه، كانت دائما قضيه المراه عندها مرتبطه بالسياسه لانه هي بدات العمل السياسي في حقيقه وهي السن ديال 14 15 سنه ملي كانت تلميذه في تيزنيت ومن بعد في اكادير. العيب ديال لطيفه هو الطيبوبه المبالغ فيها احيانا واللي كتنطلق فيها من الاحكام على الناس بحسن نيه. هذه رفيقه الدرب نزهه استاذه العلوي رفيقه عزيزه وصديقه حميمه وعشنا مسار طويل كل يعني مراحل النضال الاساسيه في حياتي يعني تقسمناها بحلوها ومرها. لاله لطيفه من خلالك بغينا نشكروا هذا الجيل كله اللي ناضل باش حنا نوصلوا لهذا الشيء اللي حنا فيه لهذا المغرب لهذا المغرب الجديد اللي حنا فيه. كنشكرك بزاف وبغينا تدوز معنا تقسم معنا واحد الوجبه. شوف سمح لي قبل نتقاسموا هذا واجب ومسؤوليه عند كل مواطن طبعا انه لان هذا وطننا وهذا مجتمعنا واذا كنا ما كناش حنا ابناء وبنات هذا الوطن نؤدي يعني يعني بكل صدق وبكل تفاني من اجل انه يتطور ويتقدم وتحقق كل ما نتمنى له من ديمقراطيه ومن حريات ومن تنميه ومن عداله اجتماعيه راه لن نتقدم. حتى لهذا هذا واجب ولا ننتظر عن ولا لا جزاء ولا شكورا على العكس وحنا اهم يعني جزاء بالنسبه لاي مناضل كرس حياته لهذا المسار
هو ما يتحقق في المغرب وما ينبغي أن يتحقق غدا، واللي ما زال الطريق طويلة أمامنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. 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 شكرا.